مفيش حد فينا ما عندوش صاحبه النوب او المحترف اللي بيضايقه في ماينكرافت، دايما لازم نعمل فيك مقلب، يسرق اغراضك او يولع لك في البيت او يحرق لك اي حاجه، المهم ان هو يدمر لك حاجه في مستقبلك في ماينكرافت. انا جبت لك الحل، الحل عندي سهل وبسيط. دلوقتي شباب احنا هنشوف افضل فخوخ في ماينكرافت من ليفل 1 لليفل 100 يا شباب، انتوا متخيلين؟ يعني من السهل للصعب جدا. فقبل ما ابدا المقطع اتمنى منك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. اهم حاجه يا شباب تنزلوا دلوقتي تضغطوا لايك، لان الصراحه انا لسه مكلم اليوتيوب اوريكم المسج دلوقتي. مسحت المسج الصراحه، عامل وضع الطيران ومسحت المسج. فانتوا يا شباب عايزين تصدقوني او ما تصدقنيش، انا بعت اليوتيوب وقال لي انا عملت لك ايام كامل اللايك والاشتراك ببلاش عشان توصل 700,000 مشترك في اسرع وقت. فانا خلاص سمعت كلام اليوتيوب وقلت وقال لي ايوه، قال لي قول للمتابعينك انزلوا دلوقتي اضغطوا لايك واشتركوا في القناه المشتركين وفعلوا زر الاشعارات، كل دولت مره واحده يا شباب. بعد كده تروح على الكومنتات تكتبوا لي كومنت حلو كده ورهيب وبس. يا شباب تابعونا على الانستجرام اللي قدامك على الشاشه، لو انت جربت تعمل اي فخوخ من افخوخ النهارده ابعت لي على الانستجرام، رابط تحت في الديسكربشن قدامك على الشاشه عشان خاطر يا صاحبي نجمعهم مع بعض كده ونحطهم في ستوري. ماشي يلا بينا نخش على المقطع، ليتس جو. اوكي يا شباب دلوقتي رجعنا لكم بافضل الفخوخ في ماينكرافت المستوى الاول لحد المستوى المليون يا شباب. فقبل ما ابدا المقطع ما تنساش تصلي على النبي، اهم حاجه اوعى تنسى تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انزل دلوقتي اضغط لايك واشتراك، مستني عايز نوصل المقطع ده 100,000 لايك، انزل اضغط لايك دلوقتي. يلا 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 اضغط لايك، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نشوف الخرعه الاولى او الخرعه ايه الفخ الاول. وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين ده حافر حفره لحد تحت يعني بعلو جامد قوي، بعد كده قاعد بيحفر من جنب. اوكي وبعدين يا ترى ايه اللي هيحصل يا شباب؟ اوكي حط ديرت عادي جدا يا شباب، بعد كده حط فوق الديرت ورد، طبعا عمال يقص لقطات عشان يختصر الوقت وكده. بعد كده يا شباب حط فوق الورد الساند، طبعا الخرعه دي سهله وبسيطه جدا، المفروض ان هو دلوقتي ينزل تحت يكسر. اوكي حط ليه حط كابويب او اللي هي خيوط العنكبوت. اوكي المفروض دلوقتي ان هو يشيل الورد ويحط مثلا اي حاجه تحت بقى، يحط لافا يحط تي ان تي، ده طبعا ايزي. ده شال يا شباب الديرت، انتوا عارفين يعني ايه شيل الديرت؟ يعني معناها صاحبك هيجي معدي كده ويي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 ي
على الانستجرام قدامك او الرابط تحت في الديسكريبشن، واعمل لي فولو ولايك هناك. يلا بينا يلا بينا. اوكي يا شباب، طيب مش باين اي حاجه يا شباب، بس لو اي حد لمس خيوط العنكبوت دايد مان. اوكي دلوقتي المفروض ان هو يجيب صاحبه ولا ينزل هو؟ اوكي اوكي هو بيحاول انه يسخب. النوب النوب يا شباب، النوب 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 ده النوب ده النوب. اوكي بيعدي عادي ولا كان اوكي يا شباب زي ما شفتوا وقع النوب وتوفى كده الله يرحمه. اوكي ده جايب مجموعه من الديسبنسر بطريقه مش طبيعيه، حاططها في الارض وحط جوه الديسبنسر دي البيضه بتاعت الكريبر او اللي هي بتراز من الكريبر. اوكي دلوقتي هنشوف ايه اللي هيحصل. اتوقع ان الخير على المستوى التاني ده يا اخي جامد جامد ايزي وجامد. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي سب واحده ليه، اوه برش بليت، طبعا جايب برش بليت نفس الايه يا شباب، نفس لون الستون بحيث ان هو ايه ما يبانش، فاهمين ازاي ان هو ما يغطش الارض كلها ما يبانش اي حاجه، ولا كانه حاطط برش بليت اصلا. اوعى تدوس على واحد ده بيدوس ده بيعمل الارض كلها بحيث ان المكان يعني ايه يعني افهمها لكم يا شباب، بحيث ان هو يعمل مجموعه من الفيك ومجموعه من الحقيقيين بحيث ان التاني ما يشكش خالص. اوكي يا شباب يلا يا ترى ايه اللي هيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم، متحمس جدا، المستوى التاني شكله اسطوري. اوكي اوكي ايه اللي هيحصل. اوكي النوب النوب يا شباب النوب. اوكي طالما النوب جاي نقعد ساكتين ونسمع بس. اوكي النوب رايح تمام يا شباب. اوكي وبعدين هيعمل ايه النوب ده يا ترى يا هل ترى. اوكي مش عليهم، لا 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 لا. بس الصراحة تقييم الامشي هيبقى زي التانية، شوفوا شوفوا. لا الصراحة شوفوا يا شباب، اوحش حاجة في الخير عاديات في المستوى التاني بحيث ان الكريبر ما طلعش فوق، بقى في نص البلوكة محشور، فاهمين ازاي؟ فمتوقعش انها تبقى حلوة قوي زي الأولى، الأولى أحلى. المستوى الأول أحلى من المستوى التاني، أنتوا متخيلين؟ يلا بينا نشوف بقى المستوى التالت. أوكي باين عليها هيشتغل شغل مش طبيعي لأنه جايب ريبيتر وجايب حاجات كتيرة. اوكي ده فرن ولا ديسبنسر عشان ابقى عارف بس، لان الاثنين ظهرهم زي بعض. اوكي اتوقع ان ده فرن. اوكي فرن حط فيه ريبيتنج من ورا. اوكي ريبيتر كمان. اوكي وبعدين حط اثنين عكس بعض، ركزوا معايا يا شباب، واللي عايز يجربها يجربها ابعت لي على الانستجرام. اوكي وبعدين يا ترى يعمل ايه. اوكي
حفر حفرة او فحرة عشان بتفرق. ايوه بتفرق، حفرة او فحرة مش عارف، بس في ناس كده تقعد تقول لك حفرة لا فحرة، فانا مش عارف الصراحة. اوكي وبعدين اوعى ما تقوليش هيحط تي ان تي. لا يا شباب كده لو جه يفتح الفرن هيموت. لو والله العظيم اسطورية يا شيخ. لا 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 لازم تكتبوا لي تحت في الكومنتات اخر الفخ ده نجربه في مين. يلا شباب انزلوا دلوقتي اكتبوا لي تحت في الكومنتات الفخ ده نجربه في مين يا شباب. والله فخ اسطوري اقسم بالله. واو واو واو. اوكي يلا يلا ورينا هتعمل ايه يا كبير. اوكي بيقفل باب ديرت بحيث ان المكان ما يبقاش باين خالص ولا تبقى فيه اي حاجه باينه ويبقى كله في خفيني خفيني. اوكي يلا امسح لكم الاعلان ده عشان تبقوا شايفين كويس. اوكي اوكي يلا يا برو يلا يا برو. اوكي اوكي يستخبى تمام مشي. اوكي بيكسر البنجر ده طبعا صاحبه الشباب اللي ساكن في البيت اللي هو حط فيه تي ان تي اللي هو البيت ده. شايفين مجموعه من الافران طبعا المفروض ان هو يفتح الفرن عشان خاطر يجيب حاجه من الفرن صح، مثلا بيشوي اكل بيعمل اي حاجه. شوفوا اول ما يفتح اوكي فتح الفرن كده اشتغلت كده اشتغلت كده اشتغلت كده دام 9 من 10 الخير على الاسطوريه دي. يلا الخير على اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم اعمل مكان كده فيه دايموند في حاجات غريبه مش فاهم لها حاجه الصراحه. اه فهمت هيعمل 2 دايموند حقيقيين وواحد دايموند فيك. اوكي طيب المفروض ان هيحصل ان هو يحط تي ان تي تحت، اول ما حد يجي يكسر الدايموند الدايموند ديت على طول التي ان تي يتفجر فيه. انتوا متخيلين يا اخي الواد ده شرير والله الواد ده شرير شرير جدا كمان مش شرير بس شرير جدا. اوكي اوكي تمام تمام اوكي حطيت تي ان تي. شوفوا زي ما انتم شايفين حطيت تي ان تي كتير. اوكي بحس ان هو لو اي حد جه يلمس التي ان تي ده بصوا هيموت، هتيجي تكسر اي واحده هتتفجر. فانت ما تطمعش ممكن تاخد الواحده او الاثنين وامشي مش لازم تاخد الثالثه. انتوا فاهمين ازاي؟ فيلا بينا. اوكي حط ساين يقول لك فري دايموند مثلا. اوكي فري شوف فري دايموند والله العظيم ما اعرف. ليتس جو يا ولد دماغه نفس دماغي الولد ده، الواد ده اسطوره دماغه نفس دماغي. اوكي وبعدين يا ترى يا ترى ايه اللي هيحصل. اوكي بيستخبى ورا الشجره ويشوف ايه اللي هيحصل. اوكي صاحبه النوب بقى اللي معاه البيكاكس يا شباب زي ما انتم شايفين لقى مكان غريب ومكتوب فري دايموند فبيجري بيجري عايز ياخد الدايموند اللي موجود. اوكي يلا 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 ايوه فري دايموند فري دايموند ده انا هاخد الدايموند كله لو في حد بيقول لي فري دايموند. اوكي اوكي في بلوكه وقعت. اوكي بلوكه وقعت. اوكي الاخيره هي دي الاخيره. لا لا بيكسر عايز يشوف في ايه. لا المشكلة ان هو حمار بيكسر بيشوف ايه اللي حصل. فا انت عاقل يا ابني انت عاقل. طب هي ماشية براحتها سيبها يعني انت خد الدايموند واجري بتدخل تشوف ايه اللي وقع. والله اسطورية يا شباب تقييمي ليها 10 من 10. اوكي ده لابس سكن اللي هو السعوديين وكده او مش شرط عادي جدا اي حد يقدر يلبسه. اوكي بالطبيعي جدا وحاطط برش بليد بحيث ان الباب يفتح الكترونيا من غير ما يفتحه بايده وكده. فاتوقع ان الخدعه دي هتبقى سهله جدا بحيث ان هو يحط تي ان تي تحت المكان اللي هيبقى فيه البرش بليد. فاول ما يجي يكسر او اول ما يجي يدخل البيت يدوس على البرش بليد وبعد كده بيو يتفجر. ف اي دونت نو والخدعه دي حلوه جدا بس اتوقع ان هي مقفوشه شويه. ولكن انت لو بتلعب مع ناس عمرك ما هتفكر ان في حد هيعمل فيك مقلب زي ده. فانتوا شباب اكتبوا لي تحت في الكومنتات دلوقتي نعمل المقالب دي في مين وفي انهي سيرفر. اوكي يا شباب يلا اوكي حط بقى البرش بليت مكانه اوعى تدوس. لا لا عادي اللي جوه اللي بره دوس عادي انما اللي جوه اوعى تدوس. اوكي امشي بقى من مكان هنا واستنى صاحبك النوب لما يجي يا شباب والله العظيم مقلب اسطوري. اوكي صاحبه جه يا شباب والله شباب سكن مودي وات شوف سكن مودي. اوكي اوكي يلا روح يا كبير. طبعا هيخش البيت بتاعه عادي انا البيت بتاعي فبدخله عادي يا شباب. اوكي فمش واخد باله بقى. اوكي بيفتح الشيست سمعت صوت تي ان تي اجري اجري خلاص اجري سمعت صوته. والله لابس لبس ترافيس كوت ده ولا اكس اكس تنتاسي مش عارف. اوكي معايا مجموعه من التي ان تي كبيره جدا يا شباب. اوكي مجموعة كبيرة جدا واو كتار. اوكي حاطط طب ماشي طب ما مين اللي هيدخل هنا بغبائه يعني
شايف ديسبنسرات وشايف برش بليت وشايف مين اللي هيدخل، ولكن المستوى بتاعه ليفل عالي الصراحه. اوكي هيقفل اوبسيديا. اوكي فهمت يا شباب، هو مثلا اللي هيدخل عشان يستكشف المكان ويدوس على البرش بليت بالغلط الاوبسيديوم هيقفل عليه ويبقى ديت خلاص مات يا شباب. اوكي ورينا بقى تعمل ايه. هيعمل باب الكتروني بفتحه جوه لكن مش بفتحه بره. اوكي نايس. اوكي طبعا البيت مش باين فيه اي حاجه، عارف لو كان يحط اي باب تاني كان هيبقى احسن. ليه يا شباب؟ لان الباب دوت في دوت ده الباب ده في كذا مربع كده، فاهمين ازاي؟ اوكي صاحبه النوب بقى، النوب ده دايما متخلف يا شباب، النوب معناه ان هو متخلف، ان هو هتلاقيه بص ما يعرفش حاجه عن اللعبه، فبيدخل في اي حته بيستكشف وبيموت. اوكي. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بسم الله بيبص حوالينه كده. اوكي ما لقاش حاجه، قال لك اما ادخل. مش هيعرف يخرج، ولما يجي يخرج كمان مات. انتوا متخيلين؟ يا اخي دي والله اسطوريه جدا، اسطوريه. اوكي البيت ده فيه جرافل ليه؟ انا عايز افهم انت ايه اللي بيخليك عشان الديزاين وكده، لان البيت اصفر وفيه بريك بقى وحركات يا كبير وكده. تمام طيب تعال نشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي 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 كسر تحت البيت بطريقه كبيره. اوكي حط لافا. اوكي حط لافا ليه بقى؟ عايز اعرف. اوكي اعلان. اوكي يا شباب يلا بينا نكمل. اوكي حط تحت لافا. اوكي تمام وبعدين. اوكي تحت البيت على طول، تحت الباب على طول بنفس سوى الباب حط لافا، حط ورده وبعد كده المفروض يحط الجرافل تاني. ايوه كده هتظبط. اوكي يلا حط جرافل فوق بقى، حط الجرافل. ايوه كسر بقى اللي تحت، كسر الورده، كسر الورده وكسر الديرت. اوكي نايس 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 نايس، اقسم بالله خدعه اسطوريه جدا وليفلها عالي جدا، اسطوريه جدا، تستاهل 10 من 10 لو ظبطت، تستاهل 10 من 10 ما ظبطتش لا الصراحه يعني. اوكي يلا شباب نشوف ايه اللي هيحصل. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ اوكي يروح يستخبى بقى ويستنى صاحبه النوب لما يجي. اوكي ده مش نوب يا شباب خالص، ده عنده ايد من نار وايد من ميه، السكن بتاعه اسطوري. اوكي هيدخل البيت عادي جدا. اوكي هو لقى بلوكات غريبه فبيشوف ايه اللي حصل، لقى صاحبه واقف. اوكي لقى واقف وبيتفرج. مش هيلحق يدخل شباب، انتوا متخيلين؟ انتوا مفكرين انه هيلحق يدخل؟ لا يا شباب مش هيلحق يدخل خالص. اوكي يا شباب ولينا قصه المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم، سعنا باحلى لايك وشير وسبسكرايب لو كنت اول مره القناه. اتمنى شباب منكم اللايك والسبسكرايب فعلا، لان بجد ده دعم ليا مجاني، وان شاء الله نوصل 700,000 قرب وقت، فتنساش تضغط اشتراك او لايك، وبعد كده تروح على الانستجرام بتاعي قدامك على الشاشه او الرابط تحت في الديسكربشن. واهم حاجه يا شباب قبل ما ننهي المقطع، اقسم بالله يا شباب الكروي ده لو قال لي لا لموته، لانه يا شباب اول ما نزلت تحت هنا وراح قايل لي لا وجري، فانا بقى تعالى وتعالى نشوف انت هتقول لي لا ولا لا. تعالوا يا شباب. اوكي بيقول لي لا صح. تعال يا كلب تعال، عشان انت الكلب، انت الكلب مش عايز تبيع حاجه، خد 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 يلا بيجري يا شباب، خد خد. تعال يا كلب فين 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 البيكاكس، تعال تعال وانا هسيبك. وقعت في الفحره. وقعت في الفخ. تعالى تعالى مش هتعرف تطلع من عندك انت. وقعت انا كمان معايا، يا رب بس اعرف اكسر واطلع بسرعه. اوكي شوف كل جزر كل جزر، برضه بتقولي لا مش عايز تاكل جزر. شباب والله الكروي ده متخلف جدا. طب بصوا انا عايز اجيب اغراض، في الاغراض انا هسرق اغراض يا شباب الصراحه يعني. اوكي ايه ده الفحره دي؟ والله مش انا اللي فحر الفحره دي يا شباب، اجري مكمل يكون راس الصفاره ولا حد غريب. اوكي انا هدور بس على الشيست اللي موجود في القريه هنا قبل ما انهي الحلقه، لان الكروي ده لازم نتعذب. اوكي هنا في الشيست، هنا شيست، هنا شيست. اوكي هنا، اوكي هنا مفيش، اكيد تحت، اكيد تحت هنا. اوكي اوكي انت اخوه اللي انت بتقول لا، انت بتقول لا انت كمان. اوكي هنا في الشيست صح، هنا برضو ما فيش شيست يا شباب، عايزين المكان اللي موجود فيه الشيست. الو مين فيكم يعرفه؟ اوكي هنا ما فيش شيست برضو. افتح يا عم، افتح الباب، افتح الباب يا كلب. حتى هنا ما فيش، فين الشيستات يا شباب بتاعت القريه؟ الو اوكي ثواني ثواني ان شاء الله نلاقيها هنا ان شاء الله. اوكي برضو بيت فاضي، برضو بيت فاضي. وات ايه القرية الفقيرة دي؟ انا نزلت في قرية فقيرة اتوقع يا شباب، فانا اضطر ان انا انتحر يا شباب ومش قاتل القروي الغلبان دوت. لا يا شباب هقتله، هقتله عشان احلف، حلفت بس عشان خاطر احلف. تعال 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 شوف اعمر البيكاكس كده واضربك.
يا اوكي 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 موتوا شباب موتوا 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 نطلع بقى. والله البيكاكس اتكسر يا شباب. وبس شباب انا قصيت المقطع، اتمنى يكون المقطع ده عجبكم. ما تنسوش تساعدوا دعمونا باحلى لايك في مقطع نازل قدامكم دلوقتي، خشوا اتفرجوا على ده وده وبس. سا 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 سلام سينا يا شباب. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون.